سموا بسم الله جميعا كده، توكلوا على الله. بسم الله توكلنا على الله. أول درس قراءة في المنهج الجديد الصف الثالث ثانوي هو بعنوان أعمال العقل. العنوان ما نجريش كده من عليه ونخش الدرس على طول، لا، احنا لازم نقف قصاد الأول العنوان أعمال العقل، عكسها إهمال العقل. يعني هنا الكاتب واضح أن توقع المضمون معايا أنه بيناقش قضية خطيرة جدا، وهي قضية إهمال العقل. هل نحن نهمل عقولنا؟ يعني في ناس بتستخدم عقولها وفي ناس مش بتستخدم عقولها. أديك مثال من حياتك اليومية العادية جدا أنت كطالب تانية ثانوي. من ضمن الأمثلة اللي بتهمل فيها عقلك أحيانا بعض الطلاب لما بيجي يخشوا علم وقلب يوم يعمل ايه؟ شوف اصحابه رايحين فين وراه، ده اهمال للعقل. او يشوف الناس بتحب ايه، او شكله هيبقى حلو في ايه، حاجه كده عاطفيه يعني. ان انا ابقى في علمي الناس تقول انا شاطر، انما ادبي ابقى مش شاطر. وده طبعا عقيده متخلفه طبعا، مش حاجه اسمها علمي شاطر وادبي شاطر، مش شاطر، ده تخلف عقلي اصلا. انما الصحيح ان انا عايز اخش علمي ولا ادبي، ببصش لاصحابي رايحين فين، ولا ابص لشكله حلو ايه قدام الناس. انا ببص لتاريخ التعليم السابق، انا كنت بجيب كام قبل كده، هل الرياضه شاطر فيها؟ شاطر فعلا فيها. هل كنت بقابل مشاكل كبيره فيها؟ هل انا العلوم والاحياء انا كنت بجيب فيهم درجات عاليه؟ مسح احصائي كده، رجوع كده حاجه علميه كده، واشوف انا ميولي ايه، واشوف قدراتي ايه، واخد قرار. يبقى اللي راح مع اصحابه ده اهمال العقل. انما اللي درس الموضوع بجديه وشاف هو ينفع فين، ده اسمه اعمال العقل. هديك مثال تاني من ضمن اهمال العقل. مثلا ان واحد يبعت لك رساله على الفيسبوك ويقول لك والله ده انت لو ما بعتهاش لعشره بيتكوين اتحرق وهتولع وحصل له بتاع، تقوم انت تقرا الكلام ده، تقوم انت تخاف جدا وتقوم مختار عشره وتروح مبعت لهم او تشير او تعب مش عارف ايه كده. انت اهمال عقل كده، انت بني ادم لم تستخدم عقلك بالمره. انت بني ادم واحد بعت لك كلمتين قمت منفعل بيهم قمت اعملهم. يا جماعه احنا مش بلياردو، احنا مش كره بتخبط في كره تؤدي الحاجه، لا خالص. احنا ربنا سبحانه وتعالى لما فضلنا على كثير من خلقه فضلنا بالعقل. ربنا سبحانه وتعالى لما اسجد الملائكه لبني ادم لادم عليه السلام اسجدها لان ادم عنده عقل والملائكه لا تملك مثل هذا العقل، وعلم ادم الاسماء كلها لان علم يعني عنده عقل. إذن المهملون عقولهم في مأزق شديد وفي خطر كبير. بل نجد أن القرآن دايما يلوم على الناس اللي تستخدمش عقولها، يعني الناس اللي هم بيرثوا الدين عن آبائهم حتى المسلمين ربنا بيلوم عليهم ويقول لهم ما تبقوش زي اللي قالوا وجدنا آباءنا. ابحث القضية تاني وفكر. القرآن دايما يقول أفلا يتفكرون، صح؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يعقلون؟ بل وصل الأمر في السنة النبوية مسألة العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ في آية في سورة آل عمران، في خواتيم سورة آل عمران، اللي هو الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيما معنى الآية عشان لكل سقط مني حرف ولا حاجة. الآية دي الرسول بيقول عليها الصلاة والسلام، بيقول لك إيه؟ ويل لمن مر بها ولم يتفكر. ويل يعني ايه ده؟ يعني التفكير هنا فرض ولا اختياري؟ فرض. يعني كل مسلم يمر بهذه الآية لابد أن يفكر ويعمل عقله فيها وليصل إلى الحقيقة. إذن إهمال العقل كارثة. الكاتب بتاعنا النهاردة الجميل بيتكلم في هذا الموضوع الخطير. الكاتب بتاعنا اسمه زكي نجيب محمود، هو فعلا زكي. زكي نجيب محمود فيلسوف، ولد في دمياط سنة 1903 تمام؟ اثنين، ومات سنة 1993. قعد فترة طويلة، يعني رجل معمر عاش 91 سنة فخبر الحياة، يعني بقى عنده خبرة كبيرة جدا بالحياة. وهو أصلا كان واخد من أوائل الناس اللي طلعوا بره بعثات إلى أوروبا وبالذات إنجلترا، وخد هناك دكتوراه في الفلسفة. تخيل بقى يعني دكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن هناك، وجه هنا مصر وبدأ يعمل في مجال الفلسفة وفي مجال التدريس في الجامعة، وله كتب عديدة رائعة. رائعة بمعنى كلمة رائعة، يعني أنت لو أنت كده عايز أو أنت عايزة كده تسبق سنك وتسبق أصحابك وتحس إنك أنت بجد بقى معاك خبرات حد كبير، اقرأ للراجل ده، اقرأ زكي نجيب محمود.
من الناس الحلوين اللي تقرا له. سيبك بقى من ميكي بقى وقصص بقى مش عارف ايه، سيبك بقى من المقالات الهبله اللي بتقراها على الفيسبوك، الكلام الفارغ اللي بتعمله ده. عايز بقى مخك يكبر كده وتحس انك بدات تبقى مثقف، تبقى انسان قوي بقى، لان العلم ده سلطه، العلم قوه. اقرا زكي نبي محمود، اقرا الغزالي، الغزالي الحديث ده راجل رائع. ده في كتاب للغزالي اسمه جدد حياتك، ممكن يفرق معاك طول عمرك. خلي بالك انت لسه بتبني العماره بتاعتك، انت بتبني عمرك، بتبني عقلك. فخلي بالك انت بتبني من ايه؟ بتبني على افكار مين؟ بتقرا لمين؟ ما بتقراش خالص، دي نصيبه سوداء اخرى. فاذا ده هذا الرجل اوصيك بالقراءه له. فزكي نجيب محمود بيكتب لنا النهارده عن قضيه مهمه جدا، وهي قضيه اهمال العقل. وحتى بادئها بجمله خطيره جدا، خطيره جدا. يقول لك ان ما فيش امه تقدمت الا تقدمت باعمال العقل، بس تقدمت الشعوب حين اعطت للعقل المكانه التي يستحقها، وتخلفت حين اهملته. في هذا المقال يسلط كاتبنا الضوء على دور العقل في تحقيق التقدم. بيقول لك ايه؟ بص، لقد قامت حضاره المسلمين كما قام غيرها على واقع وعلى علم بذلك الواقع. يبقى حضرتنا او انت عايز تتقدم لازم تكون واقعي، مش خيالي، مش عايش في خيالات، وكمان مش واقعي وبس، انت عندك علم بالواقع. يعني يا جماعه دلوقتي امريكا واوروبا متقدمين ليه؟ عشان اي حاجه بيعملوا ايه؟ دراسه علميه الاول، دراسه احصائيه، يجمع ارقام، ياخد راي الخبراء، ننفع نعمل مصنع هنا ولا لا؟ ننفع. لكن احنا كل حاجه عندنا بالفهلوه، كل حاجه ممكن، كل حاجه جايز، كل حاجه ما عندناش قوانين. فلذلك اول حاجه بيقول ان اي حضاره في الدنيا الاول، يعني ايه حضاره؟ كلمه حضاره يعني ايه؟ زي ماديه ولا معنويه ولا كلاهما؟ الاثنين. جدع، برافو عليك، انت كان اجابتك سريعه، برافو عليك، صح. الحضاره هي مظاهر التقدم الروحي، انتاج امه، خلاص، سواء مادي او معنوي. يعني وانا ماشي مثلا في شوارع مثلا واشنطن او شوارع باريس، ولقيت عمارات حواليا وطرق مسفلته بطريقه جميله وكناري ومرور منظم، دي حضاره. بس مش بس الحضاره، انا دخلت المكتبه بقى ولقيت بقى ايه؟ فلسفه، ولقيت فن، ولقيت فكر، ولقيت كل ده ايه؟ حضاره. فالحضاره هي نتاج امه بالكامل، سواء في الجوانب الماديه او الجوانب الايه؟ المعنويه. ولا ترتقي هذا النتاج سواء مادي او معنوي الا بمين؟ الا بالعقل اللي يدرك الايه؟ الواقع وعلم الايه؟ وعلم الواقع، الاثنين مع بعض، راجل واقعي جدا. من ضمن الحاجات بقى اللي بنقول من ايام، هل الحضاره بقى نتاج الحصر الحديث ولا في حضاره من زمان؟ طبعا في حضاره من زمان، ده في حضاره اغريقيه من اكثر من 4000 سنه، صح؟ في حضاره فرعونيه ترجع ل 7000 سنه، في حضاره اسلاميه، دي امثله للحضارات اللي احنا بنتكلم عنها، صح؟ طيب الامام علي بن ابي طالب، لما تيجي سيره في الامام علي بن ابي طالب في فتره الصحابه، فتره الصحابه يعني اقرب ما يكون لفتره مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بتكلم فين عن الحضاره الايه؟ الاسلاميه. لما يجيب لك، لما هو يبدا بسيدنا علي بن ابي طالب يبقى عايز يقيمك الحضاره الاسلاميه. ايه الدليل ان الحضاره الاسلاميه قامت على العلم وعلى الواقع؟ ادي سيدنا علي، حجه من حجج الاسلام. حتى بنقول على سيدنا علي كرم الله ليه؟ اشمعنى سيدنا علي اللي بيقول عليه كرم الله وجهه؟ وهل ذلك جائز ام شرعا ام لا؟ قيل ده في الكتاب، السؤال ده على فكره انا مش بخرج بره الموضوع خالص، كل اللي بقوله يا جماعه في الموضوع مش تكونوا فاهمين. قيل ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا قبل الاسلام يسجدون لاصنام، ثم تاب الله عليهم وشهدوا ان لا اله الا الله واصبحوا من المبشرين بالجنه، رضوان الله عليهم. ونقول رضي الله عنهم، لان في ايه في القران بتقول كده، ان الله قد رضي عن الذين يبايعونك تحت الشجره، فيما معنى الايه ان ربنا رضي عن هؤلاء الذين يبايعون في البيعه الاولى والبيعه الثانيه، حتى اسمها بيعه الرضوان. فلذلك لما بنيجي سيره الصحابه نقول ايه؟ رضي الله عنهم، بدليل منين؟ من القران. اما كرم الله وجهه لا دليل عليها لا من القران ولا من سنه، بل الناس هم اللي قالوا كده على سيدنا علي، من ضمن الاقوال انه لم يسجد لسلام، لا صنم. تعرف سيدنا علي امن وصغير قوي، عنده 10 سنين تقريبا او حاجه زي كده، فما لحقش حتى يسجد ليه؟ لصنم. لكن تبع فتوى الازهر لما تيجي تبحث على جوجل ويقول لك ايه راي الفقهاء في جمله كرم الله وجهه، لم يستحبها الازهر. الفتاوى المنضبطه لم تحب هذه الجمله، ليه؟ حتى سيدنا علي بن ابي طالب هو صحابي من الايه؟ من الصحابه، صح؟ ولما نيجي نقول جمله لابد يكون معانا دليل او ايه؟ دليل من القران او منين؟ او من السنه. فخلاص يا جماعه يعني نتجنب كلمه كرم الله وجهه ونخلينا في ايه؟ ها؟ في رضي الله عنه، حتى يكون صحابي من الصحابه، ولا نكون فيها نوع من التشيع بقى ونوع من تفضيل سيدنا علي على الصحابه، لا كلهم رضوان الله ايه؟ رضوان الله عليه. سيدنا علي بقى ايه قصته في الموضوع ده بقى؟ يعني ليه بنجيب سيدنا، ليه هو ضرب بسلب سيدنا علي؟ عشان يوريك الحضاره الاسلاميه كانت قايمه على ايه؟ سيدنا علي موقف بسيط خالص، موقف الرجال مواقف.
سيدنا علي كان طالع يحارب حرب من الحروب، فيطلع له منجم. منجم يعني ايه منجم بقى؟ منجمين دول اولاد، هم علماء بالنجوم، هو الاصل فيهم انه عالم بالنجوم، لكن انحرف هذا العلم الى ربط النجوم بالغيب. يعني لما النجوم دي تعمل كده يبقى هيحصل كذا، ولما النجوم دي تعمل كده هيحصل كذا. وانت عارف بقى اللي هي برج الميزان وبرج الدلو وبرج الحوت، انت مرتبط بقى تاريخ ميلادك مرتبط بان النجم ده في الحته دي، قصص طويله انت عارف طبعا الموضوع ده. فواحد من المنجمين ده طالع يقول لي بقى يا سيدنا علي وطالع الحرب، قال له اوعى تطلع الوقت ده، الوقت اللي انت طالع فيه دلوقتي لو رحت تحارب فيها هتتهزم. خلي بالك الكلام ده بيبقى مأثر، بيأثر نفسيا جدا، يعني نفسيا مش عقليا بقى. العاطفه تخاف، تنقبض، تتشائم، تحس تقلع، صح؟ دي واحد مثلا مسافر سفريه خطيره، اقول له والله انا حلمت لك حلم مش حلو، بس لا عايز بقى ايه؟ عايز يلغي السفريه، صحيح والله؟ ففي ناس ايه؟ حتى لو مش بس بتأثر، نفسيته بتتأثر من التشاؤم والتفاؤل. هنا بقى يبدأ دور مين؟ العقل. هتمشي تبع نفسيتك ولا تبع عقلك؟ فسيدنا علي صدق كلام المنجم ضرب من غير كده وخلاص. هو ايه اللي ما تطلعش في الساعات دي؟ يعني لو طلعت في الساعات دي هتنهزم، لكن شويه كمان شويه لو طلعت ايه؟ هتكسب. ما فيش اي امور عقليه ولا دينيه تقول كده، صح؟ فسيدنا علي راح عامل ايه بقى؟ موقف على طول. عنف المنجم تعنيفا شديدا. عنفه يعني ايه؟ نهر يعني، حرام غلط الكلام ده مش عارف ايه. وبعد ذلك مضى الى وجهته. صار ده لو مدلله هياجلها مش هياجلها بقى عشان كلامه. فخرج بجيشه وذهب الى من يحارب، فهزمهم ونصره الله عليهم. فقال الامام علي بعد ان انتصر: لو خرجنا في المعاد الذي قاله المنجم لقالوا ان المنجم هو السبب في انتصارنا. وانتشرت خرافه بقى، خلاص الناس هترتبط بالخرافه دي. فراح قايل ايه بعدها؟ بص كده: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم وهزم قيصر وايه؟ صحيح وقسرا، مش ربنا فتح علينا الفرس والروم اقوى قوتين على الارض؟ هل كان المنجمون يختارون لنا الاوقات التي نحارب فيها؟ اذا بهذا الموقف يدل على ان الصحابه رضوان الله عليهم الذين تعلموا في مدرسه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقيمون امورهم على امور منطقيه عقلانيه وليست على امور التنجيم والغيب. طب استاذ ما ساعات المنجمين بيقولوا حاجات بتحصل. كذب المنجمون ولو صدقوا وقيل ولو صدفوا. ليه يا استاذ؟ انا قلت لك مثلا منجم، انت مثلا قال لك انت حجيت كام في الميه وجد معاك عارف، وهو بيقول ما كانش يعرف، ده بيخبر بالصدفه بالحظ، يقولوا كلام كتير قوي. ساعات منه كلام ايه يا اولاد؟ يتحقق. تقوم انت ايه؟ تصدق ان هم بيقولوا حاجه؟ لا يا حبيبي ده بالصدفه. وبعدين هم اذكياء قوي في اللي بيقولوه. هم كمان اذكياء قوي في اللي بيقولوه. يعني انت مثلا طالع رحله ولا بتاع، وراح الهرم كده ولا بتاع، تلاقي بتاعت ابين زينه ابين بتاعت الوادع ديت قفه كده معفنه قديمه بقى لها 100 سنه، فيها شويه ودع، وتجيب لك تفرش لك منديل ما تغسلش من 10 سنين كده وتحط لك عليه شويه صدف وكده كويس. تبدا تقول لك بقى ايه يا ابني ده انت محسود وانت مشغول بالك مش عارف ايه وانت هتعمل ايه وهتشتغل ايه وهتتجوز ايه. انت تقول يا الست دي عرفت الكلام ده ازاي؟ يا هبل يا ابني يا حبيبي، ده بتقول كلام عام، كلام عام يصدق عليك وعلى غيرك، والكلمتين اللي بتقولهم لك بتقولهم لغيرك بس بتغير لانها برضه عندها فراسه. ايه مثلا حسد الانسان ده انه حساس شويه، حسد ده ان عينه دي شويه، حسد ده انه بيهرج كتير، فهم عندهم فراسه، فيقوموا يقولوا كلام ايه؟ كلام عام قد يحدث منه شيء، حتى وان حدث منه شيء فهم كذابون لم يكونوا يعرفون، وانما هي بالصدفه. حتى تلاقي مثلا في الاخبار والكلام ده ان مش عارف برج ايه وبرج ايه وبرج ايه، يقول لك مثلا ايه؟ اليوم تحصل على مبلغ مالي لكن ستحدث مشاده بينك وبين اصحابك. طب ما انت كل يوم بيحصل كده اصلا، انت عبيط؟ طب ما انت كل يوم بتاخد المصروف وكل يوم ممكن تحصل مشاده ما بينك وبين اصحابك، يوم ده لما تحصل حاجه من دي تفكر اه تصدق ده حصل. برضو الناس اللي بتقرا الفنجان، الناس اللي بتقرا الكف، الناس اللي بتفتح الكوتشين، الناس اللي بيحصل سرق لهم حاجه بدل ما يروح يبلغ عنها يروح للشيخ الفلاني علشان يعرف له مين اللي سرق. ده جل، ده خرافه بالمناسبه كده. نعم. طبعا. بس للاسف الشديد انت عارفه الناس دلوقتي مساله الحرام والحلال عندهم بدات بعض الناس الا ما رحم ربي هم بيسيروا مع اهوائهم وخلاص. مش ما عنديش بقى فكره حرام وحلال، عايز يعني هو اتسرقت الحاجه بتاعته، فلان اشار عليه تعالى نروح لفلان الشيخ فلان ده الشيخ مبروك هيفتح لك المندل ويقول لك مين اللي سرق. ساعتها لا يهم حلال ولا حرام، ساعتها عايز يحصل على مين اللي سرقه بس. مش مهم ازاي. وده طبعا مش مبدا مسلم ابدا. فلذلك
ده يجرنا يا اولاد لمفهوم مهم قوي. ست طب انت كده بتتكلم عن العقل وصل الخرافه صح؟ ما هي الخرافه؟ ما هي الخرافه؟ الخرافه زي ما انت قريت في الدرس او هتقرا هي ربط النتائج بغير اسبابها. يعني الشباك وانا قاعد بالليل اتقفل، اقول العفريت اتقفل، جن قفل، الشياطين قفلوا، واترعب واخش اسلحه او افتح النور، او انا بمنطق اصل العربيه معديه فحصل خلل في الضغط الجوي فالهواء اتفرغ فراح الشباك مقفول. في تفسيرين لقفله الشباك صح؟ تفسير علمي منطقي عقلاني، وتفسير تاني خرافي مبني على الايه؟ مبني على الخرافه. زي دلوقتي القصه بتاعت البيوت الفلانيه بتتولع وعاملين عليها برامج، والبيت الفلاني بيولع في الحته الفلانيه والوحده والساعه كذا، قصص بقى. والا الدبدوب ده، الدبدوب ده بالذات ما بيتحرقش والله بجد. شو اسمع في برامج كتير الكلام ده؟ ايه يا جدعان؟ ايه اللي احنا في ايه؟ احنا في مع ان احنا في عصر العلم، احنا في عصر التكنولوجيا، احنا في عصر السرعه، ده بيسموه اسم عصر السرعه وعصر العلم وعصر التكنولوجيا وعصر الفضائيات كل ده بايه؟ الناس امريكا واوروبا بقى امريكا واوروبا بايه؟ بالعقل والعلم اللي ربنا اداه للكل. ربنا مدي العقل والعلم للكل، ربنا ما عملش ما قالش الدنيا ياخدوا العقل ودول ياخدوا العاطفه. فلذلك يا شباب الخرافه تاني هي ربط الاشياء بغير اسبابها الحقيقيه. انت تخرف عندما تفعل ذلك. لذلك ما هو اللي ربط بالمندل وبالمنجم وبغيره ده خرافه. بعد كده الكاتب اوضح لنا نقطه في منتهى الخطوره. فرق لنا ما بين الاختلاف العقلي والاختلاف العاطفي. يعني ايه اختلاف عقلي؟ يعني لو انت مثلا محاسبين في بنك وانت بتقول لي الكشف ده نهايته 1,016,000 ومش عارف كام، انا بقول لك لا لا لا، الكشف ده من نهايته 1,014,000. ايه يا عم ال 2000 جنيه دول فرق؟ دي نصيبه سودا في المحاسبين دول. لا تعالى بقى نعمل ايه؟ تحليل وحساب ونراجع البيانات وغيره. اول ما نوصل لنتيجه انت عم الناس ال 2000 جنيه دول، يقول له صح انا اسف جدا ويخضع ويمضي وهو الغلطان صح؟ اذا الامور العقليه من السهل جدا بل من المؤكد اننا سنصل في النهايه الحل. اما الامور العاطفيه عندما نختلف فيها فتاكد انه لن نصل الى حل بل ستنقلب العداوه. اثنين بيشجعوا فريقين مختلفين، ده بيشجع الاهلي وده بيشجع الزمالك، خلاص ده هوا بقى. هل بقى لا ده اللي احسن، لا ده اللي اشطر، لا ده مفيش منطق صح ولا لا؟ كلها مبنيه على الايه؟ على التعصب وعلى الايه؟ وعلى الهوى. ده خصومه غير مبنيه على عقل، وبالتالي او اختلاف بمعنى الكلمه، اختلاف مبني على غير ايه؟ على غير منطق. اذا ملوش حل، ملوش حل، هنفضل في دايره مفرغه يدوروا ما بين ايه اللي بيحصل؟ الخصومه عماله ايه؟ عماله تزيد. رغم ان الاختلافات العقليه احيانا يكون فيها ود. يعني ما بين المسلمين والنصارى اختلاف ولا لا؟ العقيده صح ولا لا؟ يعني اختلاف عقلي مش كده؟ ده مؤمن بشكل وده مؤمن بشكل تاني خالص. رغم كده القران اثبت الود ما بين المسلمين والنصارى ولا لا؟ ولتجدن اقرب الناس مودة للذين امنوا الذين قالوا ان ايه؟ ان نصارى. يبقى في ود رغم في اختلاف عقلي. يحكم بيننا الله يوم القيامه صح؟ لكن في ود في اختلاف اسف. ما فيش خلاف، في اختلاف. في فرق ما بين الخلاف والايه؟ الخلاف عداوه. الخلاف هوى. الخلاف عاطفه. زي ما بيحصل دلوقتي في مجتمعنا للاسف. انت مؤمن بمذهب سياسي معين والتاني مؤمن بمذهب سياسي اخر. نشتم في بعض ونلعن بعض ونكفر بعض ونرهف ليه؟ عشان الاختلاف مبني على عقل ولا مبني على عاطفه؟ انا متعصب، انا مهما اللي كان اللي جاي اللي تبعي مهما يغلط هو حبيبي، هو اخويا، هو احنا واحد. مهما انت مقتنع بشخص معين، مهما الناس تطلع لك في عيوب، لا 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 لا، هو الصح. لكن لو قعدنا مثلا واحد اثنين ثلاثة يا جماعة، المنطق بيقول كذا وانت بتقول كذا، ده غلطان في كذا وده غلطان، العقل بقى يطلع بايه؟ بمجموعة نتائج، ان الناس ممكن تكون غلطانة في حاجات وصح في حاجات، والناس غلطانة في حاجات وصح، نبدأ عقليا. لكن طالما الامور مبنية على العاطفة، هتجد ان المجتمع بتاعنا منشق، هتجد ان المجتمع بتاعنا اصلا ما عندوش اداب الاختلاف، بل عنده ما يعرف بفساد الخلاف، وليس اداب الايه يا شباب؟ الاختلاف. فلابد ان نفرق بين الاختلاف العقلي وبين الخلاف العاطفي. حتى مهم جدا. يبقى الكاتب في البداية عشان ما نتوهش في الدرس، عمل ايه؟ عرفنا ان التقدم مبني على العقل والعلم. وربنا حسنته في الارض كده. خلاص؟ فرق لنا ما بين العقل والخرافة. بموقف سيدنا علي، سيدنا علي مش ورا عقل ولا ورا الخرافة؟ مش ورا عقل. وبعدين دلوقتي ضرب لنا مثالين على الاختلاف العقلي وعلى الاختلاف العاطفي.
وبعدين قال لنا بقى طيب كلنا بنحب كلمة عقل، لكن هل بمجرد ترديد العقلانية والعقل والدعوة للعقل هل يتحقق تقدم؟ لا. يعني يعني فلان عاقل لابد ان يكون عاقلين يا جماعة، لازم نلتزم بالعقل والهدوء يا جماعة، كلام. طب هل حصل فعل يؤكد الكلمة؟ بمعنى لو حصل انا دلوقتي عايز اعمل مصنع، والمصنع ده في منطقة معينة، والمنطقة دي لازم اشوف هل قوانين الحكومة تسمح ولا لا، هل مساحة الارض كافية ولا لا، هل الالات نقلها للمكان ده سيؤثر عليها ولا غير يؤثر عليها، هل المناخ مؤثر. افضل اعمل كده، ده اسمه ايه بقى؟ مسح احصائي للواقع. بعمل ايه؟ بدرس الواقع كويس جدا، واشوف معطيات الواقع كويسه جدا، واشوف الهدف اللي عايز اوصله، واشوف الامكانيات اللي معايا. يبقى عملت مسح للواقع وحددت هدف يمكن تحقيقه، واشوف الامكانيات اللي معايا وابدا اشتغل. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع نكمل؟ ما ينفعش خلاص ما نكملش. العقل قال ما ينفعش خلاص من ايه؟ ما نكملش. اذا هو دي العقلانيه. يبقى ليس العقل كلمه تردد، بل العقل هو خطه مدروسه لتحقيق اهداف مقصوده عن طريق مسح احصاء الاحصائي منها للواقع. زي ما انت عايز تخش علم ولا ادب هتعمل ايه؟ تعمل مسح احصائي للواقع. يعني ايه مسح احصائي للواقع؟ ارجع يا عم شوف انت جبت كام، شوف افتكر، حاول تفتكر انت كنت بتجيب كام في الرياضه في الابتدائي، كنت بتجيب كام في الاعدادي، لما كنت بتاخد درس كنت بتفهم الدرس في قد ايه، كنت بتحقق درجات عاليه ولا لا. طب العلوم والكيمياء والكلام ده هل انت كنت بتجيب في درجات بتحفظها بسرعه بتفهمها بسرعه كده؟ ابدا احط واحد، احط عيوب ومميزات. اذا الشباب مسح احصائي للواقع كما قال الكاتب، لنطوع في النهايه الواقع لتحقيق ايه؟ لتحقيق اهداف. طيب خلاص يا استاذ احنا امننا في العقل وعرفنا ان العقل ده مهم جدا دينا وشرعا وعلما وقانونا وواقعا وكل حاجه، ما فيش حاجه من غير العقل اصلا. هو معلش قبل ما نخش في النقطه دي، يعني ايه كلمه عقل في اللغه؟ ليه سموا العقل عقل؟ ما معلش يعني ما جاتش العقل اللي هي الاله المنتبهه التي نسجل بها الاشياء وغير كده. طب ليه كده؟ ليه سموه عقل؟ طب يعني ايه عقل؟ كلمة عقل، سيبني نفكر خالص. عقل في اللغة يعني ايه؟ عارفين عقل في اللغة يعني ايه؟ عقل الناقة في الشجرة، ربطها بالظبط. كلمة عقل في اللغة معناها الربط، معناها يعقل يعني ايه؟ يربط. إذا ما وظيفة العقل؟ ربط الأسباب بمسبباتها. طب أي حاجة بره كده تبقى خرافة. تخيلوا كل من لا يربط الأسباب بمسبباتها هو غير ايه؟ غير عقل. هو لا يدرك. هو الحيوان غير عقل ليه؟ هل لما بيسقط المطر الحيوان مدرك المطر ده يعمل ايه؟ هل لما بيلاقي قدامه ورده طالعه بيعرف هي الورده دي طلعت ليه؟ لانه ما عندوش ربط. لكن العالم بيقدر يعمل ايه؟ يفضل يدور لغايه ما يلاقي ليه؟ السبب والمسبب. هنا بقى العقل. فهمنا يعني ايه عقل؟ ما سموا القلب قلب ليه؟ يعني ايه قلب؟ عارفين ليه؟ عشان بيتقلب. القلب ده مجنون اصلا، بيحب النهارده بيكره بكره، متحمس النهارده شعلول بكره كده ما فيش. احنا ساعتين مكتئبين، ساعتين فرحانين، هبل كده، ما تعرفش حاله عاطفيه كده غريبه كده بتتخلف فيها الانسان، صحيح والله بجد وما تعرفش ليه. فلذلك سمي القلب بالايه؟ بالقلب من التقلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اذا انت عقل وقلب، قلب متعب متقلب، وعقل منظم ينظم الامور. هو كل اعضاء الجسم ليها اسم برضه ليها معنى في اللغه؟ مش شرط، ممكن يكون مسمى فقط. يعني سمينا الاسد اسد ليه مثلا؟ مش شرط الجسم. ليه الاسد سمي اسد؟ قال لك ده اصطلاحا تسموه اسد وخلاص. لكن في ساعات موقف بيتسبب في التسميه، فتسميه الاشياء قد تكون لمجرد التسميه وقد تكون مرتبطه بسبب. نيجي بقى للنقطه الخطيره، قول من اين نبدا؟ خلاص احنا جيل يا جماعه، احنا دلوقتي قررنا ان احنا نربي جيل جديد على العقل، تمام؟ قررنا ان الامه دي تنهض، ورب كلمه تنهض امه، كلمه واحده بس تنهض امه. طب نبدا منين؟ كاتب قال نبدا من صحوه العقل. العقل اللي دايم ده صحي بقى، ان احنا يعني من ضمن الحاجات ان الكاتب يكتب مقاله زي دي عشان يدعو الناس للصحوه، صح ولا لا؟ من ضمن الحاجات ان الوزاره تجتمع وتختار موضوع زي ده وتفرضه على الاولاد يدرسوه، ها؟ ويجوا استاذ يشرحوا للاولاد والاولاد يذاكروا ويمتحنوا فيه. مش دي مش دي يا جماعه، ما هي الامه بتنهض بايه؟ بالكلام، بالعلم، بالمناقشه. ونبدا بعد ما نخرج من حلقات الدراسه ومن المساجد نبدا نعمل ايه؟
نحول ده الواقع في الحياة. فإذا لو سمحت ادركوا أن هذه نقطة بداية لنهضة تسمى بصحوة العقل، وكأن عقولنا كانت إيه؟ نائمة، ونريد أن نوقظ هذه إيه؟ العقول. طب اضرب لنا مثل كده يا أستاذ، الدعوة العقلانية دي من مين من الناس دعوا إلى العقل غير الكاتب؟ يعني كاتب نفسه استشهد بواحد هو بيحبه قوي، الإمام المعروف محمد عبده. محمد عبده طبعا كان ليه دراسات، وكل رسالته أصلا، كل الكتب اللي ألفها الإمام محمد عبده كانت تستند إلى نقطة منطقية، أني لن أقبل شيء إلا إذا كان مستندا للمنطق والعقل. القرآن كله بيحس على كده، السنة كلها بتحس على كده، صح؟ وبالتالي نقتل الخرافة، نقتل الشعوذة، نقتل الدجل، ونسير في أمورنا. إذن ماذا لو طرحنا الدعوة للعقل من رسالة الإمام محمد عبده كتب؟ يعني لصار محمد عبده مثل أي شخص، هو بيقول كده. فبيقول أن الإمام إذا أردت أن تقرأ فاقرأ لمن؟ للإمام محمد عبده الذي يريد تحرير العقل من الجهالة ومن الخرافة وإطلاقه. يبقى الكاتب كده دعانا العقل. لكن ختاما بعكس هذا الكلام تماما، العقل احترمناه وأحببناه، وكلنا الآن يعني تسرب إلى نفس الشعور القوي بأنه عايز يعمل عقله في أي شيء ما يشوفه، صح؟ لكن العقل ليه حدود ولا لا؟ خلي بالك الملحدين أسرفوا في استخدام العقل. يعني من العقل مثلا يقول لك أنا مش شايف قدامي ربنا، يبقى ما أؤمنش بيه، مش كده؟ لا، طب أنا شايف عقلك، لا، يبقى أنت ما عندكش عقل، مش كده؟ لا، يعني إيه كده؟ يعني ما هو ده كان حتى قصة قديمة يعني. قال الأستاذ، كان الأستاذ بيحاضر، قال هل ترون الله يا أولاد؟ قالوا لا. قال إذن لا يوجد الله، كان الأستاذ ملحد. فقام الطالب في الفصل وقال هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن الأستاذ لا عقل له. الرجل رد عليه في نفس اللحظة. إذن الإسراف في استخدام العقل قد يؤدي إلى إيه؟ إلى الإلحاد، قد يؤدي إلى الجنون. لأن العقل دي طاقة ولا لا؟ العقل مثل أي حاجة، دي طاقة، دي حدود. هو لذلك ربنا قال على المؤمنين ايه؟ قالوا يعقلون الغيب ولا يؤمنون بالغيب. انا ما شفتش جنة، ما شفتش نار، بس في شواهد بتؤكد، صح ولا لا؟ العقل يصل ان فيه، لكن هي ايه ما يعرفش، بس يصل بعقله وبتربيط الاشياء وبالتفكير ان فيه. اذا ليس معنى العقل ان العقل هو الاله، بل العقل هي الوسيله الرائعه التي نصل بها الى الله سبحانه وتعالى. والعقل أعده الله للإنسان ليميزه على الخلق، لكن يعلم من العقل أن تدرك أن لعقلك إيه؟ أن لعقلك حدود. مش تبقى زي الملحدين اللي بينكروا أي شيء يتعارض مع عقلهم. هو سؤال بسيط، العقل ولا الشرع؟ الشرع. يعني الشرع أنبأ بشيء، القرآن أنبأ بشيء. يعني العقل، القرآن يقول في سبع سماوات، صح؟ العقل لا يعي أي شيء عن سبع سماوات. هل معنى أن العقل لا يعي عن السبع سماوات شيء؟ هو اللي شايفه العقل قدامه إيه واللي مدركه إيه قدامه؟ السماء واحدة، صح ولا لا؟ لكن هنا يعني العقل دوره ما يقدرش اكثر من كده. لكن العقل يقول ايه؟ ايه المشكله؟ طب ما ياما في حاجات كانت موجوده وما نعرفش عنها، يبقى اكيد دي موجوده وممكن من عند العقل. بقى هيوصل لدرجه ايه؟ انه انا ما اعرفهاش بس ممكن اعرفها، يعني او ممكن امكانيه وجودها، صح؟ بس لكن هي ايه بقى؟ شكلها ايه؟ فين؟ ازاي؟ اذا هل عندما يتعارض الشرع مع العقل تقول العقل؟ طب ما ياما كتير يتعارض العقل مع الشرع والشرع تبقى الصح في الثوابت. فهمنا يا شباب الحته دي؟ عشان بس ايه ما نفضلش نقول كل عقل العقل العقل وبعدين في الاخر نسرف استخدام ونقوم نتهبل بقى نتجنن نلبس جلابيه مقطعه ونمشي في الشارع. لا ماشي يا شباب، صليتوا على النبي كده احنا فهمنا الدرس. تعالوا بقى عايزين نطلع من الدرس التكريم. انا مؤمن جدا انك تطلع من الحصه مذاكر خلاص، يعني بتراجع في البيت ان شاء الله. ايه اللي في الصفحه كده؟ هتلاقي طريقه حلوه كده، لو سمحت جاوب الاسئله دي من الدرس. ممنوع تكتب كلمه باسلوبك. إيه؟ ممنوع تكتب كلمة بأسلوبك. هقول لكم ليه؟ هقول لك يا بنتي، هقول لكم ليه؟ اسمعوا، لو احنا دلوقتي فتحنا للطلبة اللي فهمتوا اكتبوا، هقدر افاضل بين طالب وطالب؟ لا، كل واحد بقى اللي عايز يعرف دماغه يقول، وكله ياخد درجات معه وتبقى فوضى. بس منظم يعني، مش لازم اسلوب منظم يبقى من الدرس. يعني شوف الدرس، اسمعني بقى، انا بتكلم في نقطه جوهريه ثانوية عامة. يبقى حضرتك كده نحفظ الدرس، مش نحفظه، هنفهمه وهنقراه كتير لدرجه ان احنا نعبر قريب جدا من الاسلوب. انا وصلت.
لا نحفظ الدرس حفظ القرآن ولا حسيبك تعبر كيفما كان. هتقري مرة واثنين وتبدأ تجاوب بطريقة الدرس بدون اختصار. خلي بالكم الإجابة ثلاث أنواع: يا إجابة غلط، يا إجابة ناقصة، يا إجابة صح. أنا بتكلم والله العظيم ما أنتوا فاهمين أنا بتكلم في إيه. أنا بتكلم في مجموعة في ثانوية عامة. فاهمين؟ ما هي ثانوية عامة بنحفظ. مش لا أنت مش فاهمة الدرس بقى دي؟ لا أنا فاهمة. حلو حلو، مش أنت فاهمة؟ أه. حاولي بقى تعبري بأسلوبك الدرس. صح كده؟ غير لما أحفظ ولا مش فاهم. في فرق يا حبيبتي. في فرق إن أنا فهمت وأحاول أعبر. أكيد أسلوب الدرس أحسن من أسلوبي. صح ولا لا؟ أه. يبقى أنا أحاول أقرب من أسلوب الدرس. ماشي كده؟ اتفضل. لا عادي جدا. هتعمل ايه؟ هتقرا السؤال وتدور على اجابته وتكتبه. ماشي كده؟ اول ثلاث اسئله بس، اول ثلاث اسئله بس هنعمل كده. اه اول ثلاث كده. استنى مش عارف فين. نعم. بس اه بس تعالوا بقى نشوف بعض الكلمات. نعم. يعني بص يصلي على النبي. شايفه قدامك كده؟ سمعيني اللي قدامك ده. كله حبيبتي. بلا فصال ولا جدال. لا لا لا، في تعريف وفي كلمة. في فرق ما بين معنى الكلمة ومعنى وتعريف الكلمة. كلمة حضارة ده تعريف الحضارة. حضارة لا، هي معنى هنا معناها مالوش إلا تعريفها بس. كلمة حضارة جاية من حضرة، من الحضور. دي معناها الاساسي، لكن تعريفها في اصطلاح ايه اللي انا كاتبه ده. ماشي. صلى على النبي بقى. من مواطن الجمال، انا من حق اسالك في القراءه مواطن الجمال. قامت الحضاره ده تشخيص عشان شبه الحضاره بانسان يقوم. تشخيص يعني استعاره، يعني شبه حاجه بانسان. اثنين، ظفرت وظهرت واصبت ما طلبت. جرس موسيقي صح. نتيجه سجع وجناز. سجع يعني ايه يا شباب؟ يعني الجمل بتتفق في الحرف الاخير. جناس يعني ايه؟ بتتفق في تكوين الكلمه نفسه. يعني كلمه سافرت قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد لم يولد، دول متشابهين بس بالحرف الايه بس؟ الاخير. لكن ظفرت وظهرت ده متفقين في الحرف الاخير وكمان في الحروف الاصليه. يا دوبك اختلاف بسيط خالص ما بين الفاء والهاء صح؟ يبقى بينهم ايه؟ جناس وسجع. جناس ناقص طبعا. الله ينور عليك. بينهم ايه؟ حاجه اسمها جناس ناقص. هناخد طبعا الجناس الناقص والتام وكل الكلام. في جناس التام اللي هو الحر شكله وعدد بالظبط المعنى مختلف. يعني مول صليت المغرب في بلاد المغرب. تمام؟ فاذا هنا عرفنا يعني ايه هنا الجرس الموسيقي. فما كان الا اظن عارفينها من الاعدادي دي بقى. اجتماع النفي والاستثناء اسمه ايه؟ اسلوب قصر للتاكيد والتخصيص. ميدان العقل. العقل معنوي ولا مادي؟ معنوي. طب والميدان؟ إذا تكسيم. حصل هنا تجسيد أو تكسيم. شبه العقل كأنه شيء مادي له إيه؟ ميدان. طيب. تمتد الخصومة. خصومة مادي ولا معنوي؟ معنوي. طب وتمتد؟ مادي. إيه اللي بيمتد؟ الطريق، السلك، صح كده؟ يبقى جسم الخصومة. يبقى استعراب جنين. رؤية العقل. والعقل يرى؟ يبقى شبه العقل كانه انسان او عين ايه؟ طيب تعالى برضه نيجي بقى للجايه دي. الجمله المجايه دي مهمه، نكتب جنبها مهمه. ميل العاطفه طريق معبأ بالضباط. ممكن تعملها تشبيه في البدايه كده، ان اللي ياخد قرارات بالعاطفه زي اللي ماشي في طريق ضباط. تشبيه تمثيلي كده. حاله اللي بياخد قراراته بالعاطفه بحاله الطريق اللي ماشي في ايه؟ في شبوره، يعني ضوامع شبوره يعني شايف قدامك يعني. تمام كده؟ ممكن تيجي عند كلمة الضباب وتقف. هو أصلا إيه الضباب؟ الغموض. يعني الميل العاطفي بيؤدي غموض ولا وضوح؟ غموض. هو كده شبه إيه؟ الغموض بالضباب. حذف مين؟ الأولاني ولا الثاني؟ الأولاني. لا خدنا لا تعالي وخدني بالبلدي كده لو سمحت. لما يحذف الأولاني تصريحية، لما يحذف الثاني مكناني. يعني إيه أولاني وثاني؟ اللي هو المشبه مشبه. بس هنسميه أولاني وثاني عشان ما تلخبطش. يعني ربنا لما بيقول سبحانه وتعالى اعتصموا بحبل الله، هل معنى كده ان في حبل حقيقي ولا قصد الدين؟ الدين بجبه ايه؟ الدين بالحبل. حذف مين الاولاني ولا الثاني؟ حذف مين الاولاني ولا الثاني؟ الاولاني. ايه بس انصحك
يبقى دايما لما يكون الاولاني محذوف اسمها استعاره ايه؟ طب قتله الجوع، راح قتله الجوع، شبه الجوع بانسان يقتل. مين اللي محذوف؟ الثاني اللي هو الثاني، يبقى استعاره مكنيه. يبقى ايه الفرق بين الاستعاره التصريحيه والمكنيه؟ ان في التصريحيه الاولاني محذوف، في المكنيه الثاني محذوف. في التصريحيه الاولاني محذوف، في المكنيه الثاني محذوف. صليتوا على محمد عليه الصلاة. طب هنا شبهت الغموض بالضباب، صح؟ شبه الغموض، مين اللي محذوف؟ الغموض. دي مستعاره يا اولاد ايه؟ تصريحيه. بس ما ينفعش الكنايه تنفع طبعا. انا بس بقى انا مش بشرح لك بلاغه، مش بشرح لك، انا مش بشرح لك دلوقتي الاستعاره وكده، انا بديك امثله بس. طب كنايه يعني ايه يا استاذ؟ كنايه يعني التخبط والضياع. طيب الجمله اللي بعدها، يطوع هذا الواقع. يا عم يطوع ديت يعني يجيب حديد يطوعه، يجيب ألمونيا يطوعها، يجيب حاجه ماديه يطوعها، لكن يطوع الواقع. استعرفك ايه صح؟ شبه الواقع كانه ايه؟ شيء يطوع. اين نقطه البدء؟ اسلوب انشاء ولا خبر؟ فاكرين انشاء هو ايه؟ حاجه من خمسه، امر نهي استفهام نداء تمني. طب هنا بدا استفهام صح؟ طب ليه غرضه ايه الاستفهام ده؟ جذب الانتباه. اين نقطه البدء؟ يعني نجاوب بقى معاه، نشتغل بقى، نشغل عقلنا معاه بقى. النقطة اللي بعدها بيقول لي صحوة العقل، برضه استعارة. هو العقل بيصحى استعارة مكنية. طب اسمع بقى الجملة دي، العبارة دي جت، قال لك إيه؟ في وجه الموجة العاتية التي غمرتنا بطوفانها. هي الموجة العاتية ديت اللي أصله كان خرافة، هتعرفها بعدها جملة تانية خالص. يبقى استعارة صحية. شبه الخرافة بالموجة العاتية. حذف الخرافة يعني حذف الأولاني، استعارة صحية. العاتية الشديدة وتدل تاني. الموجة العاتية التي تغمرنا بطوفانها. يبقى الخرافة دي شبهها بإيه؟ كأنها موجة عاتية يعني شديدة جدا بتغطينا بإيه؟ بأمواجها. دي مين دي؟ الخرافة. طب الخرافة مش موجودة، يبقى استعارة يا شباب كده؟ تصريح. فيها كناية عن إيه يا شباب؟ عن خطورة الخرافة وعن انتشارها. يعني هل الخرافات في مجتمعنا قليلة ولا كتيرة؟ جدا. ده كأنها إيه؟ موجة إيه؟ شديدة تغطينا. اللي بعدها لما قال هي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء كذا. التعبير ده يا جماعه يفيد الشمول والعموم والتاكيد. ما بقى اعرف حاجه واقول هي من قبل كل شيء وهي من بعد كل شيء، يبقى انا التعبير يفيد ايه؟ ها التاكيد والشمول والايه والعموم. لك طرحت من حصيلته الدعوه، لما كان بيتكلم عن الامام محمد عبده، لو شلنا الدعوه للعقل من رساله الامام استعرف ليه هي الدعوه دي تشل؟ يعني كان شيء مادي ايه؟ يطرح، صح كده؟ استعاره مكنيه، تقسيم للدعوه. اللي بعدها لحظه واحده هقول لك اللي انت عايزاه، بس استنادها لمنطق العقل. عارف هنا في كام استعاره يا شباب؟ اثنين. كان استنادها دي عايد على المبادئ الاسلاميه. لك المبادئ الاسلاميه تستند الى منطق العقل. انت كده قسمت كام حاجه؟ قسمت المبادئ انها تسند، وقسمت منطق العقل اللي بتسند عليه. يبقى كده صوره مركبه، اسمها كده، اتعود على الجمله دي، لما تلاقي جمله فيها صورتين يبقى اسمها صوره ايه؟ ها؟ مركبه. المبادئ الاسلاميه تستند الى العقل. بالحق نسيت اجاوب. ما المقصود بالمبادئ الاسلاميه الاساسيه؟ ايه مبادئ الاسلام الاساسيه؟ واحد المساواه، اثنين الشورى، ثلاثه الحريه. يعني الاسلام موجود عندك معاني الكلمات. المبادئ الاساسيه للاسلام المساواه بين الناس كلها. الاسلام ينظر للناس انها سواسيه. اللي لا فضل للعربيين على الاعجمي الا بالايه؟ بالتقوى. والتقوى دي كمان مين اللي يعرفها؟ الله. يبقى كله زي بعضه في الدنيا، مش حد احسن من حد. ثاني حاجه، نعم، ما انا اقول مساواه. مساواه، المساواه عموما بقى بمفهومها العمومي بقى، مساواه بين البشر والعدل بينهم. الثاني الشورى، ايه؟ العدل فرع من المساواه. لا مساواه بلا عدل. زي ما في عدل، ما فيش عدل من غير مساواه اصلا. فرع كلمه مساواه اشمل من العدل كمان. فماني اشمل، عشان كده بقول مساواه. عندك كمان من ضمن المبادئ الاساسيه للاسلام الشورى. ما فيش حد مستبد برايه. مفيش حد مستبد، لازم يشور. غير كده كمان حريه، حريه العقيده. لا اكراه في الدين، لا اكراه في حريه العقيده اهو، حريه الراي بس بشرط لا تسيء. المهم ديت كان عندكم يعني في معاني الكلمات. هو وحده وسيله العقل. خلي بالك كلمه وحده، انا جايب الجمله عشان كلمه وحده دي.
واحد ليه بتفيد في العبارات التوكيد هو وحده مش غيره. ولما تيجي تعربها خد الثابت ده رفعا حال كلمة واحد زائد أي ضمير تبقى على طول حال. تعرف يعرف يا أولادي حال وحدك وحده وحدنا وحدهم دايما زي معنى جميعا برضه كلمة معنى جميعا من ثوابت الإعراب تعرف إيه حال. طب هنا سؤال كده بقى للطالب ما قالش الأستاذ علي يا عم جاوب أنت بقى ما تهرجش بقى من عندك أنت بقى ماذا يدعي المنجمون؟ يدعون الغيب مش في الدرس ده يدعون إيه يا جماعة؟ معرفة الغيب. طب وما رأيك؟ أنهم كاذبون وإن صدقوا لأن كلامهم عبارة عن ضرب بالإيه؟ بالأكاذيب. قال لي كده في الكتاب قال لي هات بعض الآيات التي تقدر العقل إيه؟ إن في اختلاف الليل والنهار صح؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والإيه؟ والنهار لآيات لمين؟ لا الباب العقولي. طب إيه السنة؟ هات حديث يحس على العقل يبين أهمية العقل. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل دور طريقا الى الجامعه ولا الى الجنه؟ يعني العلم اللي انت بتدرسه ده طريق ايه يا جماعه؟ اللي احسن من الجامعه 100 مره الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى مجالس العلم برياض الجنه. قال اذا مررتم برياض العلم فارتعوا، رياض الجنه فارتعوا. قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. من الاحاديث قلناها أقوال مأثورة عن العقل. هو قال لي كده، هو بيقول لي دور ادخل شبكة الإنترنت، سؤال واضح جدا في الكتاب، وهل أقوال مأثورة عن العقل؟ أنا جبت لك أهو، ممكن تجيب بقى تانية. سيدنا عمر بيقول إيه؟ أعقل الناس أعذرهم للناس، سيدنا عمر الخطاب. سيدنا علي برضه ليه كلمة جميلة بيقول إيه؟ دليل، بص يا جماعة اللي يعجبك فيهم احفظهم. يعني أكثرهم عذرا. يعني لما حد يعمل غلط تقول جايز اسمه كذا، جايز اسمه كذا، جايز اسمه، عارف؟ يعني كل ما تعذر الناس انت اعقل. بس ده مشكلته ان هو جاهلي. جاهلي صح صح صح. التاني بقى دليل عقل المرء فعله ودليل علمه قوله. الله على الجمله دي. سيدنا علي بيقول ايه؟ لو عايز تعرف البني ادم ده عاقل ولا لا شوفه بيتصرف ازاي. لو عايز تشوفه عالم ولا لا شوفه بيقول ايه؟ يعني ما دليله على علم الرجل؟ لسانه. وما الدليل على عقل الرجل؟ افعاله. اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ اسمع بقى الحته دي من ليوناردو دافنشي. بيقول لك ايه؟ اسمع دافنشي بيقول لك ايه؟ الحديد يصدأ من الاهمال والمياه الراكده تفقد نقائها وتصبح متجمده في الطقس البارد وبالمثل يفعل الكسل انه يستنزف قوه العقل. عباره جميله قوي. يعني الكسل يؤدي الى ايه في الاخر؟ الى عقل متصلب جامد راكد غير نقي. ده الكسل. اسمع بيقول لك ايه بقى الجمله اللي جايه دي برضه خطيره جدا. لا يجب ان تقول كل ما تعرف لكن يجب ان تعرف كل ما تقول. صح؟ مش فاكر لو بصراحه. مش فاكر انا مش فاكر فعلا. لا اصل مش لحد مشهور قوي مش فاكر. لحد ما كتبتش قدامها. السؤال اللي بعدها بيقول لي العاقل اذا سكت فكر واذا نطق ذكر واذا نظر اعطر. يعني بيسكت بيفكر ولما بينطق بيذكر ربنا سبحانه وتعالى او بيذكر النعمه ولما بينظر اي يفكر يعتبر. ان بقول لك ايه؟ ان اعجب لشيء فعجبي لرجال تنمو اجسامهم وتصغر عقولهم. عنده حق والله. ساعتها الناس بتكبر بتكبر ومخها عمال ايه؟ يزغر. اخر واحده اسمع بقول لك علامه العاقل الصبر عند المحنه والتواضع عند السعه. لو واحد وقع في ازمه ولقيته صابر اعرف انه عاقل. لو واحد ربنا فتح عليه ولقيته متواضع للناس وزي ما هو ما تكبرش وبتاع تعرف انه عاقل. كمان والاخذ بالاحوط. يعني انت عندك حاجتين بس في حاجه اضمن من حاجه ثانيه. تاخد بالايه؟ لا تغامر يعني خد بالايه؟ بالاحوط. واخيرا طلب الباقي سبحانه وتعالى. ده كان واحد اسمه احمد. دي بعض المقولات الماثوره عن العقل وعن طريقه استخدامه. توكلنا على الله. نعم، ما في مشكلة.